مساء الخير والنور والهنا والسعادة على كل اللي بيتابعونا، كل مشاهدي قناة دي ام سي وكل متابعي برنامج السفيرة عزيزة. مساء الحب، مساء العطاء، ومساء الخير، ومساء الفل عليك يا رضوى. يا مساء الفل والوردة عليك يا نهى، مساء الفل والبهجة والحب على كل حضراتكم. ايه الالوان الجميلة دي؟ لون اخضر كده، لون كله امل وتفاؤل. نستعد للسنة الجديدة بقى. ايوه يا رب تبقى سنة خضراء علينا كلنا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا حبيبتي. اخبارنا الحقيقه النهارده اخبار متنوعه جدا زي ما شفتوا. يعني الحقيقه النهارده ان شاء الله كده تبقى يوم حلو، يوم جميل، زي ما شفنا من مركز المناره الدولي للمؤتمرات احتفاليه قادرون باختلاف اللي اقيمت النهارده في قاعه مركز المناره الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهره. حقيقه كانت حفله جميله جدا جدا، ما اعرفش لو انت تابعتيها يا رضوى ولا طبعًا لا. طبعا بس كانت جميله، واحنا كمان دخلنا بالاغنيه الرائعه للفنان حسين الجسمي. اغنيه جميله حقيقه، كانت اكتر من رائعه. دي حقيقه يا نهى، عندك حق. يعني يمكن النهارده اليوم مبهج، احتفاليه جميله مبهجه من الصبح، واحنا سعداء جدا واحنا بنتابعها وبنتابع كل يعني المشاهد الانسانيه الجميله طبعا من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل القادرون باختلاف. يعني شفنا الحقيقه اكتر من مشهد، وعندنا تفاصيل كتير هنتكلم عنها طبعا على مدار حلقتنا النهارده، بس البدايه فعلا من الاغنيه الجميله اللي تابعناها مع حضراتكم للفنان حسين الجسمي، وطبعا القادرون باختلاف اللي شاركوه في الاغنيه دي. اغنيه رائعه بصراحه يا نهى، جدا 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 حقيقه. الاحتفاليه كلها كانت مبهجه جدا بولادنا اللي بجد بجد بيثبتوا كل يوم بعد يوم قد ايه هم فعلا قادرون باختلاف. يعني انا بجد سعيده جدا جدا بان انا كان ليا الحظ ان انا اتفرج على الاحتفاليه دي، لان هم القادرون باختلاف دايما كل سنه بنحتفل بيهم. الاحتفاليه دي بدات في سنه 2018 واقيمت في 2019 و2020 ودلوقتي في 2021. يعني الحقيقه ما اتعملتش للاسف في ظروف الكورونا، ولكن النهارده النسخه الرابعه اللي الاحتفاليه، وكانت بحضور فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان شعارها السنه دي لينا مكان. الشعار ده بيعكس واقع بقينا كلنا حاسينه، وهو ان الاشخاص ذوي الاعاقه بقى ليهم مكان، والمكانه اللي يستحقوها في كل المجالات، سواء رياضه، فن، بالزبط. اعلام، يعني كل المجالات. كل المجالات الحقيقه يا نهى فعلا. يعني ويمكن الفكره واللي دايما الرئيس السيسي بيكون حريص عليها وحريص انه يشير ليها باستمرار ويأكد عليها، هي فكره ان الشخص ذوي الاعاقه ده هو بيبقى موجود لانه صاحب المكان. وده يمكن اللي قاله النهارده، الجمله دي سياده الرئيس قالها فعلا، قال انتوا اصحاب المكان، وملوش حظ اللي ما يحبكوش، وملوش حظ اللي ما يبقاش معاكوا، وبكره انتوا اللي هتقولوا احنا لينا مكان. لينا مكان دي يا رضوى بحس ان هي اختصار لدعم واهتمام الدولة، وعلى رأسها طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمهورية الجديدة بكل ما يخص ملف ذوي الاحتياجات الخاصة. اهتمام السيد الرئيس بالمصريين القادرون باختلاف هو اهتمام أب وإنسان، قبل ما يكون اهتمام رئيس جمهورية. يا رضوى بالظبط يا نهى، بالظبط. احنا يعني ده حتى بنشوفه في كلمات سيادة الرئيس طبعا للقادرون باختلاف، وبنشوفه كمان بالأفعال وبالمواقف الحقيقة بنحس بيها، وبنحس بيها طبعا. يعني طبعاً سواء اللي شفناه النهاردة في الاحتفال وحرص سيادته ان هو يبقى بيتصور معاهم وبيتناقش معاهم كمان، وبيسمع طلباتهم وبيسمع آرائهم، وبيحاول يعني بكل الطرق انه يقدم لهم الدعم اللي هم الحقيقة محتاجينه وبيطلبوه في كافة المجالات. طبعا هنتكلم مع حضراتكم لسه عن الاحتفالية المهمة اللي أقيمت النهاردة قادرون باختلاف. عارف يا رحمة، اللي ملوش حظ اللي ما يحبكمش، ملوش حظ. صح صح، اللي ملوش حظ صح، ده حقيقي، هو اللي ما يحبكمش. ده حقيقي يا ريس. صحيح. وعايز أقولك على كلمة صغيرة جدا، فعلا احنا المصريين حظنا كويس ان بقى لينا رئيس، رئيس انسان زي حضرتك. شكرا جدا، شكرا جزيلا، شكرا جدا يا فندم، شكرا شكرا ليكم جميعا.
الحقيقة إنه يعني طبعا جوانب إنسانية كتيرة يمكن شفناها وحسيناها في حفلة النهاردة، طبعا احتفالية قادرون باختلاف. يعني الحقيقة شفنا طبعا مصطفى اللي قال سيادة الرئيس إنه هيتم طبعا مشاركة 5 منتخبات في بطولة يعني الإعاقات الذهنية، وإنه هنمثل الحقيقة مصر في فرنسا. طبعا سيادة الرئيس قال لمصطفى إنه هيقدم كل الدعم، وقال له أنا تحت أمرك، قول الدعم اللي أنت محتاجه وإحنا هنقدمه. فيعني الحقيقة طبعا دعم كبير. وشفنا كمان عدد من المشاهد الجميلة في المسرحية اللي يعني اللي تم طبعا عرضها، وشفنا ينوها كمان الطفلة مريم من الإمارات. أيوة مظبوط مظبوط. عايزة أقولك إن السيد الرئيس رد القادرون باختلاف، قال لهم أنتم أصحاب المكان وأنا مش بجامل، اللي يعرف الحقيقة هيجي يوم نتمنى نبقى معاكم، بس انتوا ساعتها قولوا ليكم مكان. يعني حقيقي حاجة جميلة جدا. قوي 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 الحقيقة. خلونا نشوف مع حضراتكم ونرجع مرة تانية. انتوا عارفين انه بعد 6 شهور ان شاء الله عندنا 5 منتخبات هيشاركوا في بطولة العالم للاتحاد الدولي للأعاقات الذهنية في فرنسا، اللي حضرتك يا ريس اتصورت معاهم برا النهاردة. احنا محتاجين دعمكم ودعوات مصر كلها، اطولنا نركع بميدالات كتيرة ونرفع علم مصر ان شاء الله بإذن ان شاء الله. يا مصطفى دعمكم ازاي؟ انا تحت امرك حبيب الرئيس. دعمكم ازاي؟ سمعني كويس؟ انا سامع كويس يا سيادة الرئيس. طيب اقول لي اعمل ايه الدعم في اذا كان في الترتيبات او في الاجراءات محتاجين حاجة اكتر؟ يعني ما احنا تحت الامر. والله يا سيد الرئيس انا بشكرك جدا، نورت حضرتك وشرفت مصر كلها. لا ده انت اسمع يا مصطفى، اسمع يا جنات، انا بحب حضرتك جدا وانا بحبكم جدا. هقول لكم على حاجه ليكم للناس كلها تسمعها. شكرا شكرا يا جنات. شوفوا، مش بتقولوا لينا مكان؟ لا لا، انتم اصحاب المكان. انتم انا مش بجامل والله، والله ما بجامل ولا بقول كلام لطيف كده يعني، لا. اللي يعرف الحقيقه هيجي يوم نتمنى نبقى معاكم، بس انتم ساعتها قولوا ايه ليكم مكان. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. خلونا مع حضراتكم نرحب بضيفتنا اللي منورانا على التليفون، المهندسة أمل مبدأ، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية. باش مهندسة أمل، ألف مليون مبروك على نجاح الاحتفالية النهاردة. باش مهندسة أمل، حضرتك سمعينا؟ سمعكي كويس. مساء الفل وألف مليون مبروك على نجاح الاحتفالية النهاردة. متشكره جدا، متشكره ليكم ومتشكره يا رضوى. ازيك يا رضوى عامله ايه؟ اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. انا مش شايفه مين. انا نهى مع حضرتك. ازيك يا نهى، واحب ابارك لك على الاحتفاليه النهارده. ربنا يخليكم ويبارك فيكم وكتر خيركم. يعني طبعا سمعنا النهارده كلمه حضرتك وسمعنا يعني قد ايه كنت حريصه انك تبيني يعني دور وجهد كبير لكل الاسر كمان تحديدا اللي كان يعني كانت ورا ابنائها واولادها. وانا عايزه ابدا مع حضرتك الحقيقه من النقطه دي. يعني حضرتك بتشوفي جهدهم وتعبهم على مدار الشهور والسنين من خلال وجودك معاهم ولقاءاتك بيهم، فاحنا كمان يمكن سياده الرئيس كمان توجه ليهم بتحيه كبيره. لو بدانا مع حضرتك من الجزئيه دي يا باشمهندسه امل، وتقولي لكل المصريين اللي بيتفرجوا علينا النهارده قد ايه اهالي القادرون باختلاف ليهم دور كبير جدا في حياتهم وفي دعمهم. بصي، زي النهارده كان في فيديو لو خدتي بالك بعد الكلمه بتاعتي كان اسمه الادمته ومدام كندا. طبعا اللي هو ابطال الحكايه. ابطال الحكايه. أيوة. هم فعلا ابطال الحكايه، كل ام واب هم البدايه، هم بدايتي انا وبدايه حضرتك. صحيح. هم يعني هم البدايه، فهم بقى مع القادرون باختلاف هم البدايه والنص والنهايه، هم طول الوقت معاهم مساندين ومعاهم يعني ما بيسيبوش. فغير المجهود الرهيب اللي بيبقوا عاملينه، وغير
الحقيقه يعني بصي بيتعبوا تعب غير عادي. ف ما تقدريش تختزلي دورهم او تلغيه او تقولي انك يعني الحقيقه يعني انا بنحني ليهم، لانه احنا كامهات لاولاد غير ذوي اعاقه بنقعد نقول احنا تعبانين والجنه تحت اقدام الامهات زي ما سيدنا رسول الله، لكن هم يعني المجهود بتاعنا لو احنا بنعمل خطوه هم بيعملوا قصادها 10 15 خطوه غير المجتمع وغير الحاجات اللي ما كانتش متوفره. فالحمد لله هم دلوقتي بقوا في حته ثانيه الحمد لله والشكر لله. الحمد لله الحمد لله. طيب لو كمان يعني اتكلمنا مع حضرتك الحقيقه عن حدث مهم احنا اكيد هنبقى منتظرينه، وهو تمثيل خمس منتخبات من طبعا اتحاد الاعاقات الذهنيه لمصر في فرنسا 2023، والطلب كمان اللي هنتقدم بيه لاستضافه كاس العالم. حضرتك كلمينا اكتر عن الفتره بقى الجايه رياضيا هتبقى عامله ازاي؟ ان شاء الله عندنا خمس منتخبات كاراتيه، سباحه، تنس طاوله، تنس فروسيه، العاب قوه في شاركوا في باريس في 2023 في يونيو ان شاء الله. الحمد لله بيتدربوا بقالهم فتره كبيره، ان شاء الله يا رب يرجعوا بميداليات ويشرفوا مصر ويشرفوا الرئيس ويشرفوا اهاليهم، شرفونا كلنا. وان شاء الله هنتقدم احنا في يناير اللي جاي باذن الله بملف ان احنا نستضيف في 2027 بطولة العالم، بطولة العالم تبقى عندنا في مصر، ويا رب ان شاء الله. عندي امل كبير ان انت عارفه مصر دلوقتي المنشآت الرياضية اللي فيها سمعتنا في استضافة الاحداث كلها الحمد لله تؤهلنا جدا ان احنا نستضيف حدث زي ده بالتأكيد. ان شاء الله. فكرة الـ يعني برضو المفاجأة الحقيقة اللي اطلقها سيادة الرئيس، وهو انه هيكون في افتتاح للقاعة الكبرى في مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة يا باشمهندسة أمل، من طبعا القادرون باختلاف، قد ايه يعني فرصة زي دي هتبقى مهمة وهتضيف ايه كمان يعني على مستوى المواهب اللي هنشوفها وهتفرق ازاي معاهم؟ بصي الحمد لله، بصي مصر لا تنضب، وزي ما انت شايفه كده كل سنه بيجي لنا مواهب بنتفاجئ بيها لما بنيجي نعمل الاختبارات، احنا ما بنبقاش متوقعين ان احنا هيجي لنا كل المواهب دي. احنا كان السنه دي معانا مواهب من اسكندريه والصعيد والفيوم، ما فيش مكان اعتقد في مصر، كل سنه الحمد لله بيجي لنا اكثر واكثر الحمد لله. فنتمنى ان شاء الله السنه الجايه او يعني وقت بقى ما يبقى الافتتاح هل هو هيبقى مع قادرون خمسه ان شاء الله، نتمنى ان احنا ناخد من مواهبنا من المواهب اللي كانت موجوده دول ونزود كمان وكمان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، كل التوفيق ان شاء الله، وربنا يعينكم كده ويقدركم، وان شاء الله السنه الجايه تبقى سنه كلها امل وتبقى احسن من اللي قبلها كمان. بنشكرك المهندسه امل مبده رئيس الاتحاد المصري للاعاقات الذهنيه، ونخرج لفاصل ونرجع نكمل بقية فقرات بيت السفير عزيزة. لما بتكون جزء من عيلة بتبقى رسالتك في الدنيا ان انت تخلي بقية العيلة دي ما يشوفوش ولا يوم صعب، وتكتشف ان مفيش اي حاجة صعبة على الحب، بيحقق المستحيل. وفي زحمة الدنيا ما بيبقاش في وقت ان انا اقعد مع ابني اقول له انا بحبك، او ابني يقعد معايا ويعبر عن مشاعر. لما ربنا بيرزقك هدية ابن او بنت بتبقى انت عايز تتحول بالنسبه له للفانوس السحري، عايز تعمل له اي حاجه هو نفسه فيها، عايز تشوفه على الاقل مبتسم، عايز تحول حياته لحكايه جميله. والنهارده هنعرف مين هو بطل الحكايه. بشوف نفسي قبليه واشوف بعديه بحس ان انا بقيت انسانه افضل بكتير قوي من الاول. ولادنا بيفرضوا نفسهم في المكان اللي هم موجودين فيه، بتحسسني بالحنان اللي في الدنيا كله. لما بتترمي في حضني كده، ولا لما بكون تعبانه وتحط ايديها على دماغي كده. حنية ياسين، طيبة ياسين، كل حاجة فيه شاوت. أنا أبقى متضايق هو لي يلعبني. أنا أول مرة على فكرة أخرج فسحة زي دي في حياتي، يعني من ساعة السيس ما مسك أحلى حاجة عملها هي الأولاد دي. دولة عملوا حاجة كويسة، اللي هم بدأوا يعملوا عملية دمج. بحس دلوقتي إن هم بدأوا يخشوا في نسيج، حتى نظرة الناس بقت مختلفة. تحس إن ياسين دلوقتي نجم. حقيقة أنا فخور بيه، عايز أشوفه ناجح، عايز أشوفه محبوب، عايز أشوفه إن هو يقدر يقول كلمة لا، يقدر يعترض، محدش يستغله. هو إنسان كده ربنا جعلني ورزقني بيه إن أنا أمشي أتباهى بيه. هي بتخطف أي حد، هي متحيزة لأي حد، يعني هي تحسها كده هي بتحتوي أي حد قدامها، وبيبقى هو اللي محتاج حضنها.
يعني مش هي اللي بتلاقي عندنا الامان، احنا اللي بنلاقي عندها الامان. هو ما اسمهوش احتياجات خاصه، هو اسمه قدرات خاصه. انا ابني مميز وانا مميزه بيه علشان هو عنده حاجات ولا عندك ولا عندي ولا عند اي حد. اي حد بيتعامل مع ملك تديله يعني طاقه ايجابيه عجيبه، سواء بكلامها او بافعالها او بنظرتها حتى. بطلب ربنا يمد في عمري اشوف ياسين ده حاجه كويسه يعتمد على نفسه فيها. الاطفال دي حتى لو اخت او حد مش هيهتم بيه زي الاب والام، هي دي بس مشكلتي. ممكن اموت اسيبه، هي دي مشكله. كل اب وام شفناهم وقفوا ورا اولادهم صنعوا منهم ابطال، اثبتوا لنا ان مع الحب مفيش مستحيل. وفي زحمة الدنيا لازم نكتب لبعض ونصارح بعض بالمشاعر اللي ما بتجيش فرصة عشان نظهرها. بتعلمنا نوع جديد من الحب، إنك إزاي تحب حد أكتر من نفسك وتديله كل حياتك لمجرد إنك تشوف ابتسامة على وشه وتشوفه ناجح. أنا بحس إن اللي أنتوا بتعملوه ملهم لينا جدا. أنا لما ببص في عينيكم بحس إن أنا لازم أكمل. فأرجوكم استمروا، إنه مفيش أصلاً حاجة اسمها طفل نورمال، مش حاجة اسمها طفل عادي، هو كل طفل كنز. أنا دايماً يا أحمد شايفاك بطل من غير أي حاجة، وكمان أنا اتعلمت منك يا أحمد حاجات عمري ما أي حد علمها لي. شكراً على كل لحظة حلوة ووقفوكوا معايا، شكراً على الخير اللي اتعمل معايا. أمنية حبيبتي، بحبك قوي 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 من اول لما شلتك بايدي وراس قلبي، والله بحبك. انا بحب ماما قوي، بابا قوي. كل الكلام المكتوب ده لما بتتفرج على حكايه حلوه وتشدك بتيجي في وقت بيبقى البطل انت خايف عليه، لكن لما البطل بيكمل وبيحاول وبيصدق ويقع ويقوم ويقع ويحاول تاني وينجح، بيتحول في النهايه لشخص ملهم انت محتاج زيه في حياتك. ده اللي انا اتعلمته من كل اب وام هنا في الثلاث ايام. طول ما هم مصدقين في اولادهم هيفضلوا هم الابطال في حكايتهم. ورجعنا لكم مرة تانية، وزي ما شفنا حقيقة أبطال كتير قوي من ولادنا، وإحنا معانا مثل حي، معانا بطلة من الأبطال دي، وهي طبعا زميلتي العزيزة جدا رضوى. وكانت رحلة الحقيقة، بس رحلة مفاجأة جدا. أيوة طبعا، أنتي بطلتنا، أنتي بطلتنا، ولازم نحتفل بيكي يا رضوى وتستحقي التكريم. أعتقد أنتي نولتي أكتر من تكريم، فهي فعلا قصة نجاح قوية جدا، وإحنا فخورين أنك أنت زميلتنا وبتشتغلي معانا ودايما كده صديقة عزيزة وقريبة مننا. حبيبتي يا نوها، والله يعني أولا شكرا جدا على الكلام الجميل اللي هو كتير عليا ده الحقيقة. لا مش كتير يعني عليك، تستاهلي أكتر. ويعني أولا أنا اللي بجد عايزة أشكر كل أسرة دي أم سي، يعني من أول الإدارة لحد كل شخص. عايزه اشكر فريق عمل برنامج السفيره عزيزه بجد، لانه يعني هم فعلا من اول يوم انا كنت موجوده وسطهم فيه ما حسيتش باي فرق. ويمكن انا ببقى دايما سعيده جدا بالكلمه اللي سياده الرئيس بيقولها، وهي فكره انه الشخص يعني ذوي الاعاقه مهم بس ياخد دوره، يتحط في مكان يقدر انه يبقى موجود فيه لانه يستحقه. وداخل يعني عايز اقول لحضراتكم اللي انا الحقيقه حسيته من اول يوم انضميت فيه طبعا لشاشه دي ام سي والبرنامج السفيره عزيزه، بجد يا نوها انا عايزه اشكركم. يعني احنا اللي عايزين نشكرك. احكي لنا عن التكريمات وعن الرحله دي. يعني طبعا برضو عشان ما انساش انا لازم اشكر والدي ووالدتي كتير جدا جدا، لان من غيرهم اكيد حاجات كتيره قوي ما كانتش هتحصل في حياتي. اكيد. بالنسبه طبعا للتكريمات، ف يعني مهما قلت من كلام مش هقدر اعبر عن شكري وسعادتي باهم تكريم في حياتي، وهيفضل هو الاهم والاغلى، تكريم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا
اللي انا بتشرف بيه يعني وهفضل اتشرف بيه لاخر يوم في عمري. سعيده جدا ان التكريم ده كان في منتدى شباب العالم 2018، يعني هيفضل هو الاغلى والاهم الحقيقه في حياتي. سعيده وفخوره جدا جدا بالتكريم ده، وسعيده وفخوره بفرصه تانية الحقيقه انا برضو هفضل اتشرف بيها، وهي الجلسه اللي يعني قدرتها بحضور حرم الرئيس طبعا السيده انتصار السيسي. فخوره جدا جدا بادارتي للجلسه دي برضو في منتدى شباب العالم 2018، وسعيده يا نهى طبعا مش بس بانه يعني اخذت فرصه على مستوى يعني المهنه والمجال الاعلامي، انا سعيده جدا بالجوانب الانسانيه اللي انا حسيت بيها طبعا سواء منا فخامه الرئيس او حرمه، لانه تبقى دي هي يعني الاهم ودي الذكرى اللي فعلا بتفضل. طبعا طبعا يعني الرئيس الانسان الوالد وطبعا السيده حرمه، قد ايه انا كنت فخوره جدا جدا بكلامها ليا وقت الجلسه وبإشارتها انه يعني الحمد لله قدرتها بشكل كويس، اتمنى اكون يعني قد الكلام ده. فذكريات جميله يعني مش هقدر طبعا أكيد انساها. اكيد اكيد يا رضوى. عموما انا بس احب اقول حاجه مهمه جدا، ان انا تاثرت جدا لما شكرتي والدتك ووالدتك، لان فعلا هم بيبقوا الابطال الحقيقيين ورا كل الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصه وذوي الهمم. ببقى سعيده جدا ان هم دايما بيشكروا والدهم ووالدتهم، لان هم اللي بيربوا بالظبط كده. أيوة طبعا، وهم اللي بيخلوكوا الابطال اللي انتم موجودين النهارده. طبعا طبعا ده اكيد اكيد، عمرنا ما اي حد فينا طبعا ينسى دور والده ووالدته، يعني الاهل بصراحه ليهم دور عظيم. اكيد اكيد اكيد. وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباش اعلنت خلال كلمتها في النسخة الرابعة من قادرون باختلاف بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اطلاق مبادرتين حقيقة في غاية الأهمية، لان هما بيساهموا في دعم ذوي الهمم. المبادرة الاولى كانت الإتاحة وكسب العيش ونشدت جميع المؤسسات وجميع المصالح والجامعات ومراكز الشباب والنوادي وغيرها كتير لإتاحة البيئة المكانية والتكنولوجية لتسيير تواصل ذوي الهمم، ودعم كمان تشغيل ذوي الهمم بحوالي 5%. أما المبادرة التانية بقى فهي أحسن صاحب، ودي مبادرة عالمية بتهدف إلى إنهاء العزلة الاجتماعية والاقتصادية للقادرون باختلاف، وده كله من خلال تنمية العلاقات والصداقات، وطلبت كمان إننا نتطوع بجزء من وقتنا وطاقتنا أو مواردنا أو اهتمامنا عشان نبقى مؤثرين في حياة الآخرين. نهى أنا عايزة أقولك أنه طبعا هم أكيد المبادرتين يعني غاية في الأهمية طبعا، بس أنا تحديدا عايزة يعني أعلق أو أتكلم معاكي أكتر وندردش كده عن مبادرة أحسن صاحب. فكرة أنا أحسن صاحب على فكرة. أنت أجمل وأحسن وأحلى صاحب وصاحبة في الدنيا. أنت جميلة يا رضوى وبحبك جدا حقيقي يا نهى بجد. يعني فعلا عايزة أقول لحضراتكم أنه كلنا أي حد فينا من غير ما يكون عنده أصحاب فهو يعني مش عايش، يعني هيبقى ناقصه حاجات كتيرة جدا جدا. وأنا يمكن على المستوى الشخصي ما بحسش أبدا بحلاوة أي حاجة غير بوجود الأصحاب الجمال كده اللي زي نهى. حبيبتي يا حقيقي والله. وأكيد كلنا الصاحب في حياتنا بيبقى ليه دور مهم قوي، بيبقى هو السند، هو الدعم، هو وقت الفرح بيبقى معانا، وقت الحزن بيبقى واقف جنبنا. ففكرة إنه نشجع يعني مبادرة مهمة زي دي، نخصص جزء من وقتنا، جزء من جهدنا، انه يعني يكون عند كل حد فينا صاحب، هي بتبقى على فكرة حاجة مش مقصودة، يعني ما بتتعملش بقصد، بس فكرة انك يبقى ليك صاحب، صاحب ده مثلا من ذوي الهمم، فانت اكيد هتفرق في حياته واكيد هو كمان هيفرق في حياتك. ايه رأيك يا نهى؟ يعني متهيألي هي حاجة احنا ممكن نكون بنعملها بشكل لا إرادي، بس لما الدولة كمان تأكد عليها وتقول انه هيتم تخصيص تطبيق كمان للموضوع ده علشان نتواصل كلنا مع بعض ونشجع بعض ونبقى موجودين، وان الدولة هتتابع تنظيم مبادرة زي دي، متهيألي حاجة مهمة. حاجة مهمة جدا جدا الحقيقة. أنا يعني تحية كبيرة كبيرة لسيادة الوزيرة على المبادرة رائعة دي الحقيقة. حقيقة كمان إن قادرون باختلاف ما كانش مجرد فكرة للاحتفاء،
بذوي الهمم وإبراز دورهم ونجاحاتهم، ولا اقتصر على حفل تكريم المتميزين منهم، ولكن قادرون باختلاف كمان بقى صندوق صدر بيه قانون وصدق عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان من ضمن الإنجازات اللي تمت لذوي الهمم السنة دي. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أغسطس اللي فات كان صدق على القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. يعني الحقيقة يعني كلها أفكار طبعاً رائعة طبعاً. جداً. والمبادرات اكتر من رائعه. بالظبط. يعني ومناسبه الصندوق يا نهى، طبعا اللي انت بتتكلمي عنه يعني هو الحقيقه الصندوق ادارته مباشره تابعه للسيد رئيس الجمهوريه، وليه اهداف كتيره جدا انه يساهم في تمويل كتير من المشروعات الصحيه والمستشفيات وكتير من البرامج التدريبيه كمان، ويعني كتير من المؤسسات اللي بتقدم الدعم والتمكين لذوي الهمم وبتقدم لهم سواء فكرة التدريب أو التشغيل أو العلاج إذا كنا بنتكلم طبعا عن مؤسسات صحية، فيعني كمان دعمهم في ان هم يكونوا اصحاب مشروعات سواء المشروعات الصغيره او المشروعات المتوسطه، دي برضو الحقيقه نقطه مهمه جدا جدا. وفكره انه الصندوق هيوفر كل الدعم ده سواء للعلاج او للتاهيل والتدريب لسوق العمل او للانضمام لسوق العمل نفسه، فطبعا يعني مجهود كبير، واكيد احنا يعني الصندوق ده هيكون هنشوف ليه دور كبير جدا جدا في الفتره الجايه. خلونا نتابع مع حضراتكم. المشاهد الإنسانية الجميلة اللي شفناها في حفل النهاردة الحقيقة جودي، الطفلة جودي اللي كان ليها أغنية حلوة قوي قوي، وكمان طلبت من السيد الرئيس أنها تتصور معاه صورة تذكارية، والحقيقة أنه سيادة الرئيس يعني لبلها الطلب ده. أكيد. خلونا نشوف المشهد الجميل ده مع حضراتكم ونرجع مرة تانية. جودي، جودي ما شاء الله عليك يا جودي، جميلة قوي. وبعدين ايه ده كله ده؟ شكرا. شكرا. لا صحيح، انا بحب حضرتك جدا ونفسي اتصور مع حضرتك طبعا. هنتصور وهنعمل كل ان شاء الله كل حاجه. فانا بشكرك يا جودي وبشكركم كلكم، اسمحوا لي من غير يعني ما مش كل الاسماء يعني عارفها، فارجو ان التحيه والتقدير لكم جميعا للاستاذ محمود وهنا الاستاذ حسين وكل اللي قدم الفقره الجميله دي. الحقيقه الطفله جودي دي تجنن تجنن أوي. اولا زي ما قلتي الاغنيه بتاعتها كانت رائعه، واتبسطت منها جدا كمان ان هي ما اتكسفتش، حست انها كانها بتكلم والدها. أيوة لما قالت لسياده الريس انا عايزه اخد صوره معاك. ايوه جدا. واعتقد ان معانا جودي دلوقتي، معانا على التليفون. معانا جودي على التليفون. يا جودي اهلا بحضرتك. اهلا بيكي جودي، احكي لنا بقى، احكي لنا عن الحفله وعن الاغنيه بتاعتك، وحضرتي ازاي للحفله؟ انا طبعا اول ما استاذ هشام اللي كلمني انا كنت طبعا يعني مبسوطه، كنت يعني رحت عشان نسجل الاغنيه، وطبعا
كنت الاول يعني اخضر الجمله، وبعدين سبحان الله جالي ان انا قال لي انت جودي انت ما شاء الله بتعرفي على البيانو كويس وانت ممكن تعرفي على البيانو. قلت له اوكي تمام. ايوه عزفت على البيانو فعلا وغنيت. جميله جدا جدا وشطوره قوي يعني، فانا عايزاكي بقى يعني تقولي كده رساله جميله لمامتك، لانه هي الحقيقه من يعني اكتر الناس اللي موجوده معاكي دايما وانا بشوفها كتير. فازيكي بقى اكتر الناس المقربه ليا يا مريم، ربنا يخليها لك. طبعا دي مريم. وماما بقى ايه؟ مامتك ماما. مش هتقولي لها كده كلمة النهاردة رسالة منك؟ الأشخاص اللي ساعدتني في حياتي جدا بحبها جدا طبعا. طيب يعني دي رسالة لماما ورسالة لمريم. عايزينك بقى تسمعي كده كل مشاهدي دي ام سي حاجة بصوتك الجميل. أغنية صغنطوطة كده. إيه أنت تفكري؟ ممكن مثلا أقول الحتة اللي أنا قلتها مثلا في الأغنية. ماشي اتفضلي. اقول تمام اوكي. لما بسمع كلام يجرحني بقول كمان انا مش هفكر مش هتأثر مهما كان، انا مش ضعيف انا مش غريب انا زي زي الناس. جميلة. الله عليكي. جميلة. الله عليكي. ونشكرك جدا يا جودي، و بجد بجد بنت جميلة جدا جدا جدا. أيوة. أوي أوي. وفي 2020 النسخة التالتة لقادرون باختلاف طلب الأطفال إن في النسخة الجديدة يتم دعوة أطفال كمان من بلاد تانية، وبالفعل تم دعوة عدد من الأطفال من ذوي القدرات الخاصة من بلاد شقيقة، منهم الطفلة مريم حمدان من دولة الإمارات العربية المتحدة اللي عبرت عن سعادتها. يعني حقيقي مريم كانت سعيده جدا بالمشاركه، وقالت الطفله مريم انا عمري 11 سنه، انا النهارده سفيره للطفل واتمنى اني اكون سفيره لبلادي في المستقبل. وحرصت كمان مريم على المشاركه وشكرت فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قالت انا اشكر سياده الرئيس السيسي على دعوتي انا واخواتي للمشاركه في حفل قادرون باختلاف، وبنحب مصر انا والشعب الاماراتي. ورحب بيها طبعا كالعاده سياده الرئيس، ووجه تحيه للشعب الاماراتي ولكل القادرون باختلاف في كل الدول العربيه. بالتاكيد. يعني خلونا نطلع فاصل واحنا لسه مكملين مع حضراتكم تغطيتنا لاحتفاليه قادرون باختلاف. انا مريم حمدان سميدة، عمري 11 سنه، من دوله الامارات العربيه المتحده. انا اليوم سفيرة للطفل، أطمح أني أكون سفيرة لدولتي في المستقبل. أنا جاية أشكر حضرتك فخامة الرئيس على وجودنا أنا وإخواني من دول عربية مختلفة عشان نشارك القادرون باختلاف في مصر باحتفاليتهم اليوم،
وانا حابه اقول ان مصر غاليه على قلوبنا ونحبها انا والشعب الاماراتي. يا مريومه انت منوره مصر كلها. اتفضلي بقى يا بطله قدمي لنا الفقره اللي جايه. الحين بنشوف القادرون باختلاف من مصر والدول العربيه الاخرى في اغنيه جدا جميله مع الفنان احمد سعد. بس استنى يا احمد لما ارحب بمريم كويس بعد اذنك يعني. استنى يا احمد. اولا يا مريم، يا مريم اهلا وسهلا بيكي وبكل اهل الامارات اللي موجودين النهارده وحتى اللي موجودين هناك. واحنا شكرا شكرا يا سياده الرئيس، نحن نحبك كتير. واحنا نحبك كتير. واحنا نحبك انا وشعب الامارات. ما شاء الله. الحقيقة يعني ان احنا طبعا كنا سعداء جدا انه نهى وانا موجودين مع حضراتكم في حلقة النهاردة اللي هي حلقة مختلفة جدا جدا جدا. يا نهى طبعا يعني بعد اليوم المبهج الجميل ده. ده حقيقي يا رضوى، انا كنت سعيده جدا ان انا موجوده معاكي، سعيده جدا ان احنا كنا موجودين مع حضراتكم النهارده، ويا رب كده تبقى سنه حلوه، سنه جميله، سنه كلها خير وبركه وصحه وسعاده وامن وسلام وتفاؤل وامل كمان، ونشوفكم بقى السنه الجايه ان شاء الله. الله. كل سنه وانتم طيبين. وكل سنه وحضراتكم طيبين وانت طيبه. باي باي. باي باي.